مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام للجميع. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم كما وعدناكم في كل جمعة الساعة 5 بتوقيت أوتوا وتورنتو مونتريال ونيويورك نفس التوقيت، والساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة ليلا. نتحدث عن موضوع من مواضيع الهجرة إلى كندا. في هذه الحلقات نستضيف مستشار هجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ليتكلم عن هذه الأمور. نسأله أسئلة تهم الجميع في بعض البرامج، البرامج كثيرة في كندا سنتحدث عنها إن شاء الله قدر الاستطاعة، وسيجيب أيضا على أسئلتكم مباشرا وتستفيدوا من الخبرة. أجين ما نتحدث في كل حلقة قد لا ينطبق على الجميع، ولكن بعض الناس أكيد حتستفيد لأنه مهم جدا. اليوم أنا والأستاذ محمد تميمي تحدثنا كثيرا لنختار إيش الموضوع، وقررنا أنه نحكي عن شيء اسمه لم شمل العائلة، اللي هو سبونسر للعائلة سواء الزوج الزوجة الأم الأب. حنحكي عن كل هاي التفاصيل واحدة واحدة. الأستاذ محمد حيعرف بضيفنا اليوم وإن شاء الله نمشي في الموضوع. طبعا ضيفنا ككل جمعة هو الدكتور عمر حايك. الدكتور عمر له خبرة وباع طويل في أعمال الهجرة واللجوء، والحقيقة إنه ما نستفيده في هذه الحلقات أمر غني جدا. هناك دهاليز لابد أن نفهمها، وفرق هنا أحب أن أسجل شيء مهم. في فرق بين المجتهد والمقلد، وهذه مش بس في مهنة محددة، هذه في كل المهن. في كل المهن عندنا مقلدين وعندنا مجتهدين. الاجتهاد في البحث عن الفرص والبحث عن بنسميها دهاليز القوانين اللي بتكون خفية على غالب الناس، ولكن من يريد أن يبحث عنها يستطيع أنه يصلها. هذه ليست بالأمر السهل، لذلك نحاول جهدنا في هذه اللقاءات أنه نعرف الناس على بعض الـ خلينا نسميها التريكس، نسميها الأسرار، المفاتيح للغايات اللي يريدون أن يأتوا من خلالها على كندا. والحقيقة الدكتور عمر خلال الفترة اللي فاتت أبدأ معرفة كاملة بكثير من الأمور اللي ربما كانت تخفى على كثير من المطلعين على هذا الأمر. وأسئلتكم بالمقابل كمان أسئلتكم تثري الموضوع وتفتح أبواب لم نكن قد تطرقنا إليها، لأنه كل واحد كما قلنا له حالة الخاصة، وحالة الخاصة هذه تجعل من الموضوع فيه كثير من المعلومات اللي ممكن تفتح ويستفيد منها الجميع. لذلك لقاءاتنا هذه لقاءات مشتركة بيننا وبين الجمهور، الفائدة تعتمد على الجمهور. اختيار مستشار هجرة ملم بكل أسرار هذه الأنشطة، وأيضا حوار المقدمين، فلا يتوقف الأمر على جهة من هذه الجهات. كل هذه الجهات نحاول أن نقوم بها بشكل متكامل حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المتابعين. أهلين دكتور عمرو، أنا طولت في الكلام وأرحب فيك مجددا. يسعد مساك دكتور جمال، يسعد مساك أستاذ محمد، أشكرك مرة ثانية بإعطائي الفرصة للتحدث على منبر كنار تي في، وأشكرك على الكلام الطيب اللي حكيته. وأنا فعلا يعني أتمنى أنه الجميع يستفيد من هذه الحلقة ويكون فيها معلومات
لبعض الناس ممكن كانوا يطمحوا لها من فترة زمنية، وبنحاول نغطي باب الـ يعني باب اللي هو شمل العائلات، هو باب واسع جدا، في كتير مواضيع زي ما حكيت، في كتير دهاليز، في أشياء كتير ممكن مش واضحة. بتلاحظ كل شخص بيختلف وضعه عن شخص تاني، فأكيد حيكون في أسئلة كتير، حيكون في أشياء مواضيع ممكن الشخص بحب يعرف عنها. نعم. وإحنا لهذا السبب موجودين هون اليوم إن شاء الله. فلنبدأ دكتور. على بركة الله. ما هو لم الشمل؟ شو هذا لم الشمل؟ هو لم الشمل إنه شخص بيكون هنا مقيم بكندا، لا أما بيكون يحمل الجنسية الكندية، أو بيكون معاه الإقامة الدائمة. أو بكون من إحدى اللي هم خلينا نحكي اللي هو حسب اللي هو النيتف أو الإنديان، ما نحن ميدل إيست أعتقد كنا نحكي عن اللي هو نوعين، لا أما إقامة دائمة لا أما يكون مع الجنسية الكندية. فهذا الشخص له الحق إنه يجمع عائلته حواليه، بما إنه مهاجر أكيد حيكون في بلد يمكن يكون ما فيش حد عنده، لا أخ ولا أخت ولا كذا ولا عائلة ولا شيء، فبيعطوه الفرصة الكنديين حتى يقدر يضم لم شمل عائلته، حتى يقدر يكون عنده انتجريشن وتكامل بالحياة الكندية، ويقدر يمشي في حياته ويكون هو منتج بالنهاية. فالإنسان إذا كان مرتاح اجتماعيا ومرتاح من ناحية الفاميلي، أعتقد بكون عنده كل تركيزه أنه يكون مور برودكتيف ومور منتج بالحياة اللي هي تعتبر كندا بالنسبة له عبارة عن وطن بديل كبداية. نعم. جميل. يعني إحنا بنتكلم عن فلسفة وراء الموضوع، الفلسفة فيها استقرار للمهاجر، وإحساسه أنه موجود في مكان ممكن يبدأ بعدي ينتج ويعمل. هل في درجة قرابة للناس اللي بده مسموح له أنه يجمعهم أو يلم الشمل معهم؟ هلا أستاذ محمد، نفرق لم الشمل نحكي عليه اليوم هو نوعين فقط. طبعا في طرق تانية لم الشمل، بس هم عندنا نوعين رئيسيات. النوع الأول هو لم الشمل للأب والأم والجد والجدة، أو لم الشمل للزوجة أو الأولاد. هذول أكثر اللي هم قسمين رئيسيات. طبعا في عندك لم الشمل تحت اللي هو حكينا المرة الماضية اللي هو one year window اللي هي تحت كفالة الجمعيات الخيرية أو الكنائسية. هذا مختلف تماما. اليوم نحكي احنا عن كفالة البيرنس والجراند بيرنس، الجد والجدة أو الأب والأم، أو كفالة الزوجة أو الأبناء. نعم. موضوع اليوم لما بنحكي هنا عن الزوجة والأبناء، بنحكي عن قسم واحد، الزوجة والأبناء، ولا الزوجة لحال ولم هو الأبناء. ممكن يكون الزوج والأبناء، ممكن يكون الزوجة لوحدها، ممكن يكون الأبناء لوحدهم. نعم. نعم. وحتى احنا لما نحكي على الأبناء، احنا نحكي تحت مسمى اللي هو child، يمكن يكون هذا child كمان مش ابنه، يمكن يكون هو عامل له اللي هو adoption. اوكي. Yeah. اوكي. طيب خلينا نبدأ بالأب والأم والجد والجد، هم نفس البروسيجرز ولا؟ لا هم نفس البروسيجرز. اوكي خلينا نبدأ فيه. طيب هلا هي كفالة الأب والأم أو الجد والجدة، أي شخص كان يكفل أكثر من واحد. هو برجع القدرة المادية، يعني شخص واحد إذا كان عنده القدرة المادية ممكن يكفل الأب والأم، ممكن يكفل جده وجدته كمان، بما يمكنه كمان يكفل الأشخاص المسؤولين من الجد والجدة. ممكن الجد والجدة يكون عنده مثلا واحد لساته تحت سن 22، أوكي، لساته ماينر، أو ممكن يكون واحد من الأبناء أو الأطفال مثلاً عمره فوق 22 بس عنده هو مثلاً إعاقة معينة، أو ما عندهش القدرة أنه يكون يعني معتمد على حاله. فاللي بحكي فيه هو كفالة الجد والجدي والأب والأم زائد كل شيء هم مسؤولين عنه من أبناء. يعني الواحد إذا له أخ عمره أقل من 18 سنة وكفل أبوه وأمه، ممكن يكفل أخوه تمام. وهذه في كثير ناس ممكن ما بيعرفوها. نعم. يعني هو كفالة الأب والأم أو الجد والجد من ناحية السبونسر اللي هو الابن الموجود في كندا أو البنت، هي فقط عبارة عن شروط معينة لازم تكون هي متوفر فيها، سواء كانت معها إقامة كندية، إقامة دائمة كبي آر، أو معها الجنسية الكندية زائد القدرة المادية، وبعض الشروط الثانية اللي هو مثلا ما يكونش فيه كريمنال ريكورد، ما فيش كذا، في شروط معينة ممكن نحكي عنها بالتفاصيل هلا. اكيد انه في شروط خاصة بالسبونسر، في شروط خاصة بالبينج سبونسرد.
اللي هو اللي بده يجيب على كندا. انا بس بدي اعيد النقطه هاي عشان اتاكد اني انا فهمتها صح ولا لا. اذا تم كفاءه، اذا كم لم شمل الجد والجده او الاب والام، بيستطيع انه يستفيد واحد من ابنائهم يستفيد من لم الشمل هذا؟ يعني اخوه يستطيع انه يستفيد من لم الشمل هذا وياتي معهم بالتبعيه؟ بيستفيد من اخوه بيستفيد منه بحالتين. نعم. الحاله الاولى يكون تحت سن 22، اوكي، ما يكونش متزوج، اوكي، او فوق 22 وعنده مثلا disability، اوكي، حاجه خاصه، حاجه خاصه. نعم. فهذه الحاله نعم بيستفيد. ممتاز. يعني الان في لم الشمل الاب والجد او الام والجده. نعم. في شروط لازم تكون موجوده عند الاب والام والجد والجده، نفس الشروط او قريب او شيء شروط زي ما في شروط على الاخ اللي راح يستفيد، هل في شروط على الابوين والجدين؟ هو طبعا في شروط، طبعا بيطلب منهم شروط. هلا اي واحد بدك تعمل له انت سبونسر او تدخله لكندا بده يكون طبعا هو تيبيكال لكل مواضيع الهجره، سواء من ناحيه بوليسي كليرنس، ميديكال تشيك اب. طبعا الميديكال هون شوي كريتيكال، لانه بتعرف لما يكون اب وام او جد وجدي ممكن يكون العمر بيلعب دور. هلا مش كل الامراض ممكن تكون هي تعمل اللي هو خلينا نحكي تمنع الشخص انه تبروسيد. في اشياء بحكم الشيخوخه مقبوله، في اشياء بتكون مش مقبوله، بس للاب والام او الجد والجدي هو اكثر شيء ميديكال، يعني ميديكال تشيك اب وبوليسي كليرنس، هذا اهم شيء. يعني دكتور، لو واحد من الابوين في معه سكر، واحد من الابوين معه كانسر، انو اللي ممكن يكون في ريستريكشن عليه؟ اعتقد اللي معاه سكر هذا اتس هاي امراض طبيعيه من الشيخوخه، يعني هذا مرض اصبح مرض اللي هو مانجبل. يعني نسبه عاليه جدا من الناس معهم هذا الدايابيتس او معهم مرض السكري بحكم السن. لكن لما تيجي كانسر إلها، يعني الأشياء هذه اللي هي بسموها اللي هو excessive usage of healthcare، هذه إلها يعني معادلة مختلفة شوي، وممكن نحكي بتفاصيلها حسب الانكواري اللي تجينا. يعني أنا بيعجبني دكتور لما، معلش دكتور جمال، بس في هنت هنا أنا محتاج أني أحكيها صراحة. بيعجبني لما بنوصل عند نقطة معينة الدكتور بسكرش الباب. يعني هذه من الأشياء اللي أنا بجزء البعض يعتبرها نيجاتيف. شوف خلينا نكون صريحين، جزء البعض يعتبرها نيجاتيف، بس كمان البعض يعتبرها، واللي انا منهم بعتبرها بوزيتيف، انه ما بدي اسكر الباب، في عندي كمان شروط ثانيه ممكن تنطبق عليك وانت تدخل، ممكن في اشياء تعملها انت وتساعدك انك تستفيد. دراسه كيس زي الدكتور لما بتروح له والدكتور بيحكي لك شوف حسب الكتب عندي. انا صارت معي على فكره، انا رحت على المستشفى، بديش اطول عليكم بس حسيت انه لازم احكيها، كان عندي مشكلة في النخاع الشوكي والدكتور حكى لي حسب الصور انت لازم تكون مشلول، ماشي، لكن انت الان بتمشي قدامي، اعالج صورة ولا اعالج بني ادم؟ انا بعالج بني ادم. فالفكرة هو انه بجوز احيانا اشياء الكيس لما بتنقل، واحنا سمعناها من كثير من مستشاري الهجرة خاصة في موضوع اللجوء مثلا، انه الستوري لما بيحكي الشخص في الستوري، وهذا حكاه الدكتور المرة اللي فاتت، بيكون الشخص مش منتبه لنقطة هي بتوزن عند الدولة الكندية، بتوزن، لكن خبرة بتيجي خبرة بالضبط. فأنا بيعجبني إنه إحنا لما بيجي عن النقطة ما بنحكي خلاص تسكرت فوجهه، نحكي إنه لا، بدها نقاش وبدها دراسة حالة وبدها تأكد إنه ما في فرص تانية، وبعدين حتى نحكي له والله إحنا أسفين ما استطعنا نوصل لك لفرص تانية. يعني خلص، اذا بعدين نتناقش بالتفصيل بالشروط اللي ممكن يكون فيها موضوع الامراض هذه. طب انت بديت تحكي في الشروط اللي واجب توفرها بالذي سيحضر، اللي هو الاب او الام، انه ما يكون عندهم مشاكل قانونيه او حكم قضائي، ما يكون عندهم أمراض، حكينا من الأمراض المستعصية أو نحكي اللي مكلفة للحكومة. لكن الآن السؤال للي بده يجيب، اللي هو الكافل أو الكفيل بدنا نسميه، حكيت أنت أحد الشرطين أنه يكون معاه PR
انه يكون او يكون معاه جنسيه. تمام. السؤال اللي بتراود الناس كثير الان، ماذا عن باقي اللي انا مثلا معي ستادي بيرميت وورك بيرميت، انا مقدم على لجوء بس لسه ما حصل، هدول الناس اللي هل بحق لهم يقدموا على إشي زي هيك ولا لا؟ طبعا هذا زي انا ذكرت سابقا الباب هذا الشفظر كثير واسع جدا جدا، بس خلينا نحكي الشرط الاول. انت بتعرف تقديم للفاميلي سبونسرشيب بالذات للبيرنتس هي بتتم يعني صار لها كم سنه بتتم بطريقه مختلفه. يو كانت ابلاي لسبونسرشيب اي وقت بدك اياه، هي بتتم ضمن اوقات معينه بالسنه، واعتقد هي بيجي البرنامج يفتح ان ديسمبر او افري يير، وبعدين انت بتعبي كسبونسر، بدك تجيب والدك والدتك، بتجيب جدك جدتك، بتحط انكوري على السيستم وبتستنى لما يجيك نمبر. انت اتليست لما يجيك نمبر من الاميجريشن كونفرميشن انت يو اوريدي ريجستر ذات يو انترستد تو برينج يور فاميلي هير. بعدين بتنتظر، لانه اذا هم بدهم 10000 ابليكان ممكن يتقدموا 100000، فهم بيختاروا 10000. كل سنه بتختلف، احيانا بيعملوها بطريقه انه دي تيك ذا فيرست 10000 فيرست كوم فيرست سيرف، ويعني بكون هي كل سنه يعني ممكن تكون احيانا بالقرعه، فبتختلف من سنه لسنه. واعتقد الافرج كل سنه بياخذها بحدود حوالي 10000 ابليكان. فالشخص لما بنعمل سبونسرشيب لازم يكون جاي invitation من الجوفرمنت، انه بمعنى اخر اختاروه من بين كل الابليكانس انه يس بامكانه يقدم طلب to sponsor his grand يعني his father mother or grandfather grandmother. هذه نمبر 1، لازم يكون عنده invitation من الشغله الثاني واللي ذكرت هلا Canadian residence او Canadian citizen. الشغلة الثالثة انه هو مثلا ما يكونش، انا بدي اعرج على الانفيتيشن دكتور شوية. yes. انا سمعت قبل سنتين انه الناس اللي قدمت اخذوا الكفاية خلال اول 7 دقائق من التقديم، هل هذا صحيح كان؟ تمام، لهذا السبب كل سنة بيتغير، احيانا فيرست كوم فيرست سيرف، احيانا بيعطوها اللي هي بالقرعة. اوكي. يا. اوكي واضح، فكل سنة يعني. اوكي بالضبط. هلا طبعا من الشروط المطلوبه من سبونسر، انا ممكن هايلايت او اذكر الاشياء المهمه. طبعا 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 في فورمات، في ليتر اوف اندرتيكينج، في كفالات بيقدمها انه حيضمن وحيتكفل باهله، وهذه الكفاله لمدتها تقريبا حوالي 20 سنه. يعني مجرد دخول الاب او الام او الجد او الجدي فهو مسؤول عنهم لغايه 20 years، يكون هو كافلهم لا سنه ولا سنتين ولا خمسه، 20 years. هذه واحدة. الشغلة الثانية كمان الشخص هذا ما يكونش عنده مشاكل، يعني مثلا إذا عنده مشاكل عمل سبونسرشيب قبل هيك لشخص معين، ممكن عمل سبونسرشيب لزوجته أو لحد ثاني وكان هو يعني wasn't complying مع الشروط اللي ليدر undertaking أو الضمان اللي قدمه، هو كان in default، طبعا هي مشكلة. الشغلة الثالثة إذا كان عنده مشكلة مثلا بالchild support، هذه كثير مهمة. أي مشاكل مادية بينه وبين الجوفرمنت حتكون هاي مشكلة بالنسبة له. إذا كان على الولفير مثلا في شغلة، موضوع الولفير لأنه أنا أعتقد في سؤال كان اللي عنده ولفير بيقدر يجيب أهله ولا لا؟ لا ممكن يكون على السبب، لا هو يعني بيقدرش يكون على الولفير لأنه مطلوب منه منهم إنكم، مطلوب منه إنكم معين. والولفير هلا هون بنحكي السبونسرشيب للأب والأم أو الجد والجدي مختلف تماماً عن الزوج والأطفال. تماماً مختلف. بالآباء والأجداد القدرة المادية شرط أساسي، لازم يكون بيشتغل. كيف تقدر دكتور القدرة المادية؟ هي في تابل، هو شو بحسب؟ هو بحسب قديش عدد أفراد أسرته، ممكن يكون هو زوجته كفلاء يعني سبونسر وكو سبونسر. اوكي فبدعد هو بده يكفل مثلا والده، بده يكفل والدته، حتى لو في له اخوان تحت سن القانوني وما بدهم يجوا لازم يذكرهم. أوكي. فمن هاي بتضيف التوتال وفي جدول حسب العدد لازم يكون الدخل تبعه. انا بعرف واحد كان ناقصه $100 او $200 في الدخل. طبعا هذا الدخل بيختلف بين سنه وسنه، بيختلف من منطقه لمنطقه، يعني في لها
فيها ديتيلز كثيره. طيب دكتور بالنسبه للاختيار، اختيار الشخص بالقرعه او اختياره ب اللي بيقدم اول هو اللي بتم له الاولويه، اذا ما طلع له في السنه الاولى هل محتاج يقدم طلب جديد في السنه الثانيه والثالثه وهكذا، ولا بيضل موجود الطلب تبعه وبترحل من سنه لسنه؟ لا هو لازم يقدم كل سنه. نعم. هلا في شغله كثير مهمه للي بده يعمل سبونسر لوالده او والدته او جده او جدته، في شيء بسموه sponsorship bar violent crime، بمعنى اخر في بعض الجرائم اذا عملها ما بقدرش يعمل سبونسر. اوكي. اعتدى على زوجته، اعتدى على اخته، اعتدى على يعني family members، عنف اسري مثلا، ممكن على اكس وايف، اوكي، على بعض الابناء، بغض النظر هذا الاعتداء اي family problems هو بصير عنده بان. بغض النظر الاعتداء هذا كان في كندا ولا خارج كندا، وما يكون اذا كان مثبت عليه هو عنده مشكله بهذا الموضوع. اوكي. يعني هم اطلع كمان، انت ذكرت كلمه حلوه قبل شوي انه الموضوع كله فيه وراء فلسفه معينه. نعم. فمش معقول انت تعمل سبونسر لحد وانت مثلا في عندك هاي النفسيه اللي هي الابيوز والدومستيك فايلنس وشغله زي هيك. اوكي صحيح. فهذه كثير بتكون قاعد بسموها هي سبونسرشيب بار فور فايلنت كرايم، يعني وفي قائمه طويله الاعتداء على الاطفال طبعا، خلينا نحكي وذن فاميلي ممبرز لايك ابن اخوه، العنف الاسري اعتقد يعني اللي نسميه العنف الاسري. العنف الاسري. نعم. تمام. هذه اكبر عائق قدامه بتكون. طبعا ال هذه الشروط حد ما زي ما قلت لك اللي هو توفر المال، يمكن يكون هو زوجته متعاونين في هذا الانكم، بده عد هو زوجته زائد اطفاله زائد الاشخاص اللي بده يجيبهم زائد اللي ان ديبندنت للاشخاص اللي بده يجيبهم كمان. نعم. حتى لو ما they are not coming. لو هو عنده يعني مشاكل نفسية وبيراجع عيادات نفسية ولكن ما عنده مشاكل عنف أسري، هل هذا بكون مؤتمن على الناس اللي بده يجيبهم ولا هاي بتعمل له عائق إنه يجيب حد؟ لا هذا أعتقد ما تكونش عائق، يعني دولة شغلة واحد عنده يعني هو مش مطلوب ميديكال تشيك اب من السبونسر. اوكي. از نوت ريكوايرد. لكن مطلوب منه بوليس كليرنس. اكيد اذا عنده كرايم بهاي الاشياء حيبين بالريكورد. صح. Yes. Yeah. لكن اذا عنده مثلا مشكله مع حد ثاني. هم اكثر شيء ريستريكت لما تكون عباره عن فاميلي دومستيك فايلنس، اكثر شيء الفاميلي. طب دكتور لو هو نعم تفضل دكتور. انت حكيت كل سنه الطريقه، كيف بنعرف احنا السنه اللي جاي ولا هم بيعلنوا عنها قبل شهر شهرين؟ I think it's always in the news like تيجي they always advertise maybe 2-3 months before. بكون deadline معين. اعتقد صار لهم يعني 4-5 سنوات they do it the same way. اوكي. طيب دكتور لو واحد اخفى معلومات يعني مثلا كان عنده مشكلة عنف مثلا في بلده وأخفى المعلومة هذه وانعرفت بعدين، أو كان مقدم سابقا، أنت حكيت بس حلوش يقدم إذا كان تقدم وترفض صح؟ تمام. كان مقدم أو أخفى المعلومة هذه، يعني المعلومات اللي أخفاها عن المستشار وأخفاها عن في الطلب تبعه وما تمكنت ما تمكنت دائرة الهجرة إن تعرفها إلا بعدين، هذا شو بيتم التعامل معه؟ سواء بعدين هذا معناه قبل إنه يستقدم الناس أو بعدين بعد ما استقدم الناس. هلا بعد ما استقدم الناس هو أصبح، لأنه تعرف كيف هو مقدم كفالة بسموها لتر أوف أندرتيكينج، إنه هو حيكون كفيل للأشخاص هدول لمدة 20 سنة. هلا الكفاله ممكن تكون لوحده، ممكن يكون هو زوجته، هلا ما بيقدر يكون معاه اي كوسبونسر، لازم هو
أو his spouse مع بعض. يعني تقدرش تجيب واحد third party تقول له تعال أنت تكون كفيل معي متضامن، ممنوع. لازم يكون لأما husband لأما husband and wife مع بعض. هلا اللي بصير أحيانا وهذه بصير إنه husband and wife يكونوا sponsor co-sponsor but they fight then they split. بتصير. طبعا the whole application حيعطوا chance للسponsor if he can prove he can make it من ناحية ال financial capacity ما في مشكلة. يعوض الكوسبونسر، تعوض من محل الكوسبونسر. لكن إذا بيقدرش he cannot make it up طبعا كل الابليكيشن it's gonna fail. جواب على سؤالك إذا لقوا شيء هو in the يعني in the way in the processing time ولقوا شغلة he is not complying they gonna stop it right away. بس stop it متى؟ يعني إذا صاروا إذا صار أبو أمه داخلين خلاص إذا دخل ده set أي لأنه هلا بصير عندك الأب والأم هم they are a victim. أوكي يس بالضبط. بوضع they are a victim. بس أعتقد يعني هلا شو اللي بصير أحياناً إنه الشخص مثلاً بقول لك أنا I change my mind أنا ما بدي أعمل sponsorship لوالدتي أو لوالدي. مدام لسه مش landing he can stop it. طبعاً. Once they landed he cannot reverse it. دكتور احنا حكينا عن الويلفير انه ما بيستطيع لانه لا غير مؤهل ماليا انه يجيب حدا وبالتالي هو يدوب بيصرف على حاله او الحكومه اللي بتصرف عليه فمش هيقدر يصرف على اللي جايبه. طب اللي معاه ديسابيليتي هدول نفس الشيء هو في عندك انكم حيكون في انكم عالي يعني بتحكي عن 42 بس هل عشان معاه ديسابيليتي مثلا ممكن يجيب امه انها تساعده برضه هل في من هذا شيء ولا لا هي ما بتقدر هلا بتحكي انت صار شيء اسمه يعني اندر هيومانيتيريان ريزن اوكي بس ك سبونسرشيب للبيرنتس والجراند بيرنتس لازم يكون عنده فاينانشال كاباسيتي يقدر لانه هذه عباره عن كفاله ل 20 سنه مو سنه وسنتين وثلاثه نعم. أنت بتحكي عن أشياء أساسية الفود والسكن وأشياء كثيرة الميديكال إذا هو في أشياء بتغطاش بالأوهب لازم يغطيها هو فالفاينانشال كاباسيتي كثير مهمة إذا بس يجي الأب والأم ما بيصيروا زي اللي جاي بي آر بعد مثلا فترة مش عارف 6 أشهر أو سنة بيقدر يطلب ويلفير أو بيقدر يتقدم على هو بيكون مغطى بالأوهب زي غيره اوكي نعم. بس لما تطلع خلينا نحكي اللي هو البنشن اوكي البنشن انا بصراحه ممكن ما عندي معلومات كافيه to be honest I have no idea بس بعرف انه كثير شغلات هو لازم يكون مسؤول عنهم ما بيقدرش هو على الويلفير او انكم سبورت اعتقد البنشن هو من حق اي شخص وصل لايج معين وكان معاه اقامه كنديه بس كيف بتطبق على البيرنتس بصراحة أنا ما بعرف. البنشن دكتور إله أنا يعني حسب المعلومات اللي عندي إحنا حنجيب استشاري ونتأكدوا في الموضوع إنه لازم يكون إله 5 سنوات ولا 10 سنوات في كندا عشان يقدم على البنشن. اللي جاي عمره 70 سنة إذا عاش بعد 10 سنين وعاش في كندا ممكن بعدها يقدم يعني أعتقد 10 سنين لازم يكون. الموضوع اكيد يا جود انك حكيت عنه نستشير طيب يعني بالنسبه للديسابيليتي ما ممكن يكون ديسابيليتي ويشتغل وعنده امكانيه انه يصرف على او يكون مسؤول عن ابويه ماديا هو المطلوب النوتيس اوف اسيسمنت هاي اهم شيء هلا ديسابيليتي لا تعتبر انكم سبورت انه هذا سمثينج صار غصب عنك ما فيش هلا في فرق بين disability وفي فرق بين income support أو الولفر وهذا حكي بنطبق نحكي فيه بعد شوي على spouse sponsorship اللي بده يعمل sponsorship لزوجته مش مطلوب منه حتى لو كان disability he can sponsor her وهذا نحكي عنها بالتفاصيل للا بعد نخلص هذا الباب إن شاء الله طب نط على المدة والفلوس كم هي المدة اللي متوقع فيها بعد إنهاء الطلب وتقديمه لحضور الوالدين وكم التكلفة تقريبا لذلك هلا هو في عندك عندك sponsorship from inside Canada و sponsorship from outside Canada دائما when you sponsor your family from outside Canada it is much faster than inside Canada بالعكس yes okay. ففي ناس بيقدم الابليكيشن
من الخارج ترجعون. انت تقدرش تعمل سبونسرشيب من داخل كندا وانت بالخارج، بل عندك تعمل سبونسرشيب ويصانت you have to be outside or inside حسب انت the way you do it. لانه لما تعمله انت من الخارج بروح في مكان، لما تعمله انت من الداخل بروح على different department. صحيح. اوكي. لما يكون انسايد بقول لك انت عند اهلك على مهلك، علش مستعجل. صحيح. لكن اللي برا هم بيكونوا، لكن بيكون عندهم ارجنسي في الموضوع. هي اكثر شيء اللي بيصير هو في البيرنس سبونسرشيب، انه احيانا الشخص مثلا قدم 3 years اللي هو notice of assessment. البروسيس تبعها مثلا اخذ اكثر من 12 شهر. لما عدى 12 شهر الاميجريشن حيطلب منه يقولوا اعطينا notice of assessment في الير اللي مرت. اذا نزل الدخل تبعه مشكله. فهي has to keep the income all the way. لذلك بنصح حتى لو كان دخله جاي على النت يحاول يدخل زوجته معاه as a backup. اوكي. اذا دكتور 3 سنين نوت اوف اسسمنت بده. 3 سنين. اوكي. وممكن سنين. يا 3 سنين وكفالته 20 سنه. اوكي. لهم. واضح. اوكي وبكون في كاتيجوريز، يعني الكاتيجوريز هذه بيشوفوا الانكم تبعه ضمن هذا المسموح ولا لا. عفوا استاذ محمد، سؤال مره ثانيه. يعني اعطينا رقم دكتور، يعني هل بيكون في كاتيجوريز للعدد؟ والعدد هذا لازم يكون في انكم عنده بهذا الرقم. العدد هذا لازم يكون يعني مثلا بعطيك ال 2019. أوكي. اوكي اذا كان عدد افراد الاسره 2 فاميلي ممبرز، يعني بمعنى اخر هو وبده يجيب والده مش متزوج. اوكي. يكون دخله حوالي 41,000. اوكي مقبول. هذا 2019. أوكي. اذا كان 3 اشخاص مثلا الزوج وزوجي بدهم يجيبوا واحد من الاجداد او من الاباء بصير 50,000 وهكذا. هلا بعد 7 اشخاص 87,000 او 88,000. بعد 7 اشخاص كل شخص زياده حوالي 8900 اكسترا. طبعا هم بيعدوا عدد الافراد الاسره الحالي زائد اللي بده يجيبهم، زائد الديبندنت اللي برا، حتى لو بدهم يجوا انا بقول لك one day they might come. اوكي يعني الديبندنت اللي برا كمان ماخذينهم بعين الاعتبار عشان ما يضيعوهم. صح. طيب هلا احنا بنقدم باكج دكتور. في عداله الموضوع. والله انا صراحه بجوز من اكثر البرامج اللي شفت فيها عداله وتفهم وانسانيه. صح. هل الباكج هذا بتقدم مثلا عليه مبلغ للحكومه؟ قديش المبلغ مثلا؟ $500 $1,000. هل بتقدم على كل التو بيرنتس او على الاب $500 ومبالغ؟ هي ستاندرد عندك اي واحد بيقدم. طبعا هو البيرنتس جراند بيرنتس سبونسرشيب هو بي ار ابلكيشن. اوكي. عندك بروسينج فيز 550. اوكي. أعتقد ممكن تغير إشي بسيط for the last two weeks. I'm not sure. Maybe another $20-$30 more. So $550 على processing fees و $490 for landing على كل واحد adult فوق سن 14. The minors يفيش غير $100. Okay. That's all. دكتور أنا كنت بدي أسألك عن الآباء لما بيجوا على كندا، الأب والأم أو الجد والجدة. طبعا نحكي الاب والام. هل بامكانهم انهم يشتغلوا يعملوا؟ طبعا بامكانهم يشتغلوا. هو معاه بي ار، هو زيك. اذا اشتغل الدخل تبعه هذا ممكن يكون يؤخذ بعين الاعتبار بالاسسمنت تبع مقدم او السبونسر. هي كوميتمنت. اشتغل هذا الشخص ما اشتغلش، هم اكثر شيء بهمهم اول 3 سنوات. أوكي. بعد 3 سنوات، لأنه في شغلة أحياناً شخص بيجيب واحد، هذا الواحد بصير معه بي آر، دين بعد فترة بده يجيب شخص ثاني، يعني سبونسرد بده يجيب another سبونسرد. أوكي. مزبوط. صارت سلسلة. في عليه ليميت.
انه انت gonna sponsor someone اذا انت كنت sponsored الا بعد 3 سنوات من حصولك على البي ار. تفتح للحاج دكاني. بالضبط. يقعد يتسامر هو واصحابه. لهذا السبب انت بتلاحظ مثلا يعني الاخوان الجاليه الهنديه يعني البرنامج هذا بيستعملوه بطريقه كتير يعني سمارت. وهسه بتلاحظ انه اغلبيتهم كلهم دي ار فاميلي كونكتد. صحيح بتشوف هذا الكلام بوضوح. Yeah, جدا. طيب اذا دكتور عشان ننتهي من موضوع البيرنتس والجراند في شغله بس في شغله نقطه مهمه بدي احكيها. تمام انا ممكن احكيها بالنهايه بعد ما اخلص البرنامج. لا تفضل دكتور. هذا القانون ممكن انا حكيته مع الدكتور مع الدكتور جمال قبل هيك بس المعلومات اللي عندي اياها نوت اب تو ديت بس اعتقد ما تغيرت. اعتقد كل شخص هي كان سبونسر اني ون هي لايكس اذا كان هو في البلد ما له حد. اوكي يعني بمعنى اخر انت كنت وحدك لا زوج لا زوجي لا اطفال لا ابناء لا خالي لا كذا ما فيش لك فيرست بلاد ما فيش لك واحد يعني فيرست ديجري اوكي لك يو كان سبونسر اني ون يو لايك. اوكي يعني ممكن يعمل سبونسر لصديق له مثلا. طبعا اوكي يعني بقول لك من حقك يكون واحد قريب منك تعرفهم باك هوم مش تكون مقطوع من الشجره. حلو انا شو بدي اعمل دكتور جمال موجود ولا كان عملت له سبونسر. حبيبي الله يخلي. طيب دكتور عشان بس نشوف الاهل هلا الاب والام زي ما حكينا او الجد والجده بيقدروا يجوا في موضوع هذا السبونسرشيب بالنهايه بيحصلوا على بي ار وبكونوا مسؤولين من الابناء اللي يعملوا لهم سبونسر واجوا على كندا على اسمهم. لكن اذا ما قدروا انا بدي اجيب امي واجلسها عندي مده في سمعت شغله اسمها السوبر فيزا للاهل لو سريعا بس تحكي لنا عنها قبل ما ندخل في موضوع الابناء. هي السوبر فيزا انا كنت بدي اجلها حكه جاي نحكي فيها على الفيزا بشكل عام. خلاص اذا خليها انواع كل انواع الفيزا خليها للفيزا. خلاص انا بدي اسال سؤال اخير عن بدل السوبر فيزا اذا بدك تعلق اي شيء تفضل دكتور. هي كوركشن هي مش 3 سنوات between sponsored and another sponsored 5 years. Oh, five years. Okay. طيب المدة الزمنية دكتور من بداية الانفيتيشن لحد ما يوصلوا الأبوين سريعة طويلة كم تأخذ وقت؟ هو إذا كان روتين application أعتقد it's a matter of 12 months to 12 to 18 months إذا كان روتين وإذا كان مش روتين طبعا ما بتعرف هو بلعب كمان دور للسيكريتي تشيك للأب والأم والجد والجدي. صحيح. إحنا لأنه سمعنا عن الفترات اللي فاتت كان في مشاكل في تأخير المواضيع هذه تأخير لم الشمل فهل هذا المشاكل كانت أو التأخير كان في القرعة في إجراء القرعة والإنفيتيشن ولا كانت التأخير اللي بيعانوا منه الناس في إنه لا أخذوا إنفيتيشن لكن صار في تباطؤ في البروسيس؟ هو صار تباطؤ صار كانوا يعني خلينا نحكي لك كان العدد كان كبير اللي اخذوه. انت تعرف كيف هاي ابلكيشن ما بتحكي انت عن اب وام احيانا ممكن الاب والام كمان عندهم اكستندد فاميلي فهم بدها تصير دراسه كبيره طبعا. ايه بالضبط فكان في كم اعتقد اكثر من اللي كانوا دي انتسيبيتد يعني زي ما حكيت لك انت as a Canadian resident كانت تعمل سبونسر لوالدك ووالدتك وجدك وجدتك واي واحد مسؤول منهم طبعا. اوكي احيانا عادي بيكون واحد عمره هون 40 سنه وله اخ عمره مثلا 18 سنه حيكون مع والده ووالدته فكل هاي اعداد ارقام ادد اب بس اعتقد هو دائما التاخير اكثر شيء هو السكيورتي كليرنس. اوكي في 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 اباء واجداد بتحركوا كثير بزوروا دول هلا اذا رحت انت على اوروبا اتس اوكي okay. لكن اذا رحت مثلا زياره على مثلا باكستان اوكي رحت زياره على الدول هذه اللي هي بدك كليرنس فيها مش سهل انه يحصلوا كليرنس عنك بتعمل بتحكي عن البوليس تشيك صح؟ يا بوليس تشيك يس اللي هي اذا عاد فيها فتره صحيح مش زياره بس سريعه يا yeah, بس اعتقد هم بيطلبوا منك بوليس كيرنس 6 مانث 4 بس اعتقد سيسس دي تشيك اون يو از ويل حتى لو رحت ايام اوكي هذا اوكي واضح يا yeah.
إذا تعرف الإميجريشن في ثلاث كليرنس، عندك إميجريشن تشيك which is documentation these things، عندك RCMP for local، عندك CSIS طبعاً، غير أنت الورقة بتجيبها من المخابرات إذا كنت أنت قاعد أكثر من 6 شهور. CSIS they check يعني they have their own examination and checking، فهذه إذا أنت بتحرك كثير بين دول هنا مشكلة. takes time for them to give the feedback. طيب إذا ننتقل على النوع الثاني اللي هو الزوجة والأبناء، أو حتى موضوع الأدابشن اللي حكيت عنه ونعتبره أبناء. تفضل. هلا أول شيء خلينا نحكي شو الشخص المثالي اللي عايش بكندا وبيجيب أولاده أو يجيب زوجته. طبعا نفس الشيء، لازم يكون عمره فوق 18، لازم يكون معه بي آر أو كنديان سيتيزن، لازم يكون مش على الولفير بس ممكن يكون على الديسابيليتي. مش مطلوب منه تبروف مينيمم إنكم، مطلوب منه توفال تاكس حتى لو كان التاكس تبعه زيرو. مش بديل فحتى عبي بأن احنا 1 year اللي هو نزف سيسمن، زي ما قلت لك الإنكم whatever it is مش مهم، كان على الديسابيليتي it's okay، ما يكونش على الولفير. الشغل الثاني كمان عنده بوليسي كليرنس، ان هو شخص ما عنده مشاكل تو سبونسر اني ون، او ما كانش ان ديفولت باي شيء كونديشن مثلا علاقه بالاميجريشن، لا اما مثلا اميجريشن لون، لا اما مثلا تشايلد بنفيتس تشايلد سبورت وات ايفر، ما يكونش عنده مشاكل ثانيه اللي هي شبيهه بالبيرنس الى حد ما. الشغل الثاني انه هذا الشخص طبعا زي ما قلت لك مش مطلوب منه income support انه يدعى يعني يكون رقم معين الا بحاله واحده. يعني اذا هو بده يجيب زوجته بيقدم النوت اسسمنت كانت 00 مش مشكله، وكبر اموال موجوده it is acceptable، كان على disability ما في مشكله. لكن احيانا واحد بيتزوج بيجيب زوجته بس زوجته عندها اطفال من اب ثاني، اوكي هنا مطلوب منه financial capacity. اوكي. يعني هو مطلوب منه يكون عنده القدرة المادية to support kids أطفال مش أطفاله. يعني هم they are qualify، هم they are qualify. واضح. لكن شرط وجود القدرة المادية عنده. بس أنا في نقطة اللي هو إذا واحد موجود، شخص موجود هون وزوجته موجودة في بلده الأصلي، هذه إذا كان هو بياخد، إذا هو على الولفير ما بيستطيع إنه يجيبها، أو لو كانت الزوجة موجودة على الولفير he is not qualified. أوكي. Disability yes. هون ما بيعملش فلوس، ما بيعملش فلوس it's okay. بس ما يكون على الولفير. لذلك في ناس بيجوني مثلا بيقول لي انا على الولفير، بقول له اطلع من الولفير. اوكي. عبي الطلب بس ما ترجعش، ما ترجعش in the process. اوكي. You have to manage your own financial حتى مثلا your spouse يوصل. وهذا على السبوس وعلى الابن. بالضبط. فلهذا السبب في مجموعه كبيره بنشوفهم بيعانوا انه زوجاتهم برا لسه، او أزواجهم لسه برا، أو أولادهم لسه برا، بيكون السبب إنهم لسه موجودين على الولفير. الولفير أو عندهم مشكلة باللي هو كريمينال أو عندهم ديفولت بأشياء. طب دكتور الطفل الابن لازم يكون ماينر ولا ممكن يكون أكبر من 18؟ لغاية 22 سنة. أوكي. ما يكونش متزوج. أوكي. فوق 22 سنة يكون عنده احتياجات الخاصة. أوكي. لكن إذا كانوا هذول الأبناء من أب تاني لازم يكون عنده proof of income. اللي هو زي الأب والأم. أوكي. Yeah. طيب يختلف إذا كان هو تزوج بعدين أو كان 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 متزوج في السابق، يعني واحد لاجئ دخل في لجوء عن طريق اللجوء وكان متزوج، لما دخل عن طريق اللجوء كان متزوج وبعدين فكر أن يعمل لم شمل لزوجته، هل يختلف هذا عن أنه صار فيه لجوء وما كانش متزوج
وبعد ما عمل لجوء قرر يتزوج، ويتزوج من بلد ثاني غير كندا، وبده يعمل لام شمل. هل بيختلف الحالتين ولا هم نفس الكيس؟ اوكي، هلا هو لما اخذ اللجوء كان سنجل، كان سنجل تمام، ما بيقدرش يعمل سبونسرشيب الا لما يحصل البي ار. اها، العكس لو كان اصلا متزوج. طبعا لو كان متزوج بيقدم بي ار اثنين مع بعض. اوكي اوكي اوكي. طب هلا دكتور، الفترة نفس السؤال، الفترة والتكاليف، التكاليف تقريبا نفسها زي الوالدين، الفترة هل هي أسرع منهم ولا تقريبا نفس الفترة؟ مرة تانية، from outside Canada أسرع، from inside Canada slow. تقريبا هلا بنحكي إحنا الأفرج أعتقد between 12 months to 18 months maximum. هذا البروسينج تايم تبعها. الكوست الفيز هي تقريبا يعني ثابته. دكتور احنا سمعنا، سمعنا عن شغله كتير مهمه اللي هي بروف اوف ويدنج، بطلبوا صور للعرس، بخافوا الناس اللي بتسوي فرود هاي وبروح بتزوج سوري باخذ مصاري بس عشان يجيب حدا على كندا وبعدين بطلع وانتهى الموضوع. فهل هذا لسه موجود ولا لا؟ لا، هلا انت عارف من فترة معينة الزواج عن طريق البروكسي او النت او كذا هذا ممنوع، منعوه منع بات، is not acceptable. فلازم يكون physical marriage وليس عن طريق المراسلة او عن طريق بروكسي او وكالة او كذا ابدا. طبعا هذا الحكي كثير ناس بيجوني بيقول لي مثلا انا اتزوجت، زوجتي مثلا موجودة بتركيا وعطيت وكالي مثلا هناك، ما بصير. حتى لو كان عنده اكسيوز، الشخص الوحيد اللي بيقدر هو اذا كان بالكنيديان ارمي. اوكي اوكي. طبعا احيانا الواحد يعني في احيان بكون مثلا متزوج بقول لك طلقت شرعي ولا بدي اعمل سبونسر لنيو وايف. إذا كان معه، ما كان معه بروف إنه في عنده ديفورس سيرتيفيكيت من الحكومة اللي كان يتزوج فيها، ما بتزبط معه. أنت تعرف كيف، هون كمان قانون بيمنع اللي هو بوليجامي، بيمنع الشخص يكون يتزوج اثنين أو هي تتزوج اثنين. طيب دكتور، بالنسبة للتبني أو إنه يكون طفل مش ابنه البيولوجي، هذه كيف بتتم العملية؟ يعني أي طفل بيشوفه أو أي طفل بده يتبنى، أي طفل بده يعمل له سبونسرشيب بيعمل له سبونسرشيب؟ ولو الطفل بنحكي عن أي عمر، أقل من 18 ولا بنحكي عن أقل من 16، أقل من 14 ولا هو الطفل أقل من 22؟ هو نفس الشيء، هو الديفينيشن للديبندنت ما تغير، هو أقل من 22. أوكي. أنت بنحكي عن طفل، بنحكي أحيانا بعض الناس ممكن الأورفان اللي هم الأيتام. مظبوط. تمام. أوكي. أنا لما أحكي أيتام بكون يتيم الأب والأم، مش واحد منهم. طبعا اللي بحكم اللي هو الأدوبشن هو كمان القانون المحلي في البلد اللي عاش فيها الطفل. في بعض دول تمنع الأدوبشن، في دول تسمح. فكندا مش مستعدة تمشي معك بأي أبليكيشن تو أبروفيد إذا كان الدولة اللي جاي منها الطفل ممنوع. أوكي. بطلع تحت اللي هو كيدنابينج. واو. لازم ياخذ ابروفال من الدوله انه مسموح له يعمل، يعني في بيبر وورك بيعمله بالدوله هناك انه مسموح له يعمل ادوبشن لهذا الشخص. طيب لو كانت الاسماء مختلفه، يعني كلمه ادوبشن هي اللي مختلفه بين الدول، يعني ممكن يعتبروها في دوله معينه ما يسموهاش ادوبشن، ما يسموهاش تبني، يسموها رعايه مثلا. هل هذه يؤخذ فيها؟ كندا كثير بتعتمد على تفسير القانون بكل دولة. حلو. لأنه كمان داخل الموضوع كمان United Nations، يعني في definition هذا الموضوع. شغلة تانية عندك اللي هو مثلا تعمل أنت رعاية للأقرباء. نعم. الأقرباء شوي أسهل. لأنه أحيانا ممكن يتم البروس كله من خارج كندا بالدولة نفسها عن طريق السفارة الكندية، ممكن تعمل انت الورق من هون. هلا بالمناسبة الادوبشن هو عبارة عن تو ستيجز بروسس.
أول ستيج اللي هو سبونسرشيب. هلا احنا حكينا عن الجد والجدة والأب والأم، وحكينا عن الزوج والزوج والأطفال. اوكي، هذه كلها عبارة وان ستيب، بتعمل الابليكيشن بتحصل بي ار لهم. بالادوبشن لا، الادوبشن بتعمل سبونسرشيب، when they approve you they come here then you apply for بي ار ابليكيشن. يعني تو ابليكيشنز. اوكي اوكي اوكي. طبعا اكيد في عندك اللي هو لما يكون ادوبشن في كثير تركيز على الشخص هذا، من هو هل هذا الشخص صالح نعمل ادوبشن للشخص هذا، هل هو صحيا فيزيكالي امنيا كذا، يعني هل بيقدر يعمل ادوبشن، مش تجيبوا طفل كمان يحطوه باذى. فهي بتكون بعض الريستريكشن الى حد ما لما يكون خارج ابنك او بنتك او اللي هو فيرست بلاد. وماليا طبعا، طبعا ماليا طبعا اكيد. يعني اذا كان واحد ابن الاخ مثلا، ابن الاخ والاخ موجود، هذه بيكون في صعوبه انه ما بتزبط. لا، لازم لما يكون لاما اورفان او انت قصدك اندر ادوبشن كاي طفل. كاي طفل بتزبط طبعا. اوكي، بتزبط. المهم انه يكون حاصل على الادوبشن لتر مثلا من الدوله اللي موجود فيها. وهي مش كل الدول طبعا سهله فيها، في دول ممنوعه طبعا، في بعض الدول الاسلاميه ممنوع فيها الكلام. انا كنت اشوف كثير كنديين كانوا يجوا على تشاينا يعملوا ادابشن، كثير عندهم هذا هي فيها بروسيس. احنا اكثر شيء في بلادنا اعتقد هي موست، اكثر شيء بيكون هي كفاله الاطفال من الاقارب. اي كلمه مش عنا. وبروسيس مو صعب، بس هذه كفاله ما بتكونش تبني. هو اكيد لما يجي انت بدك تعطيه يور نيم. بالضبط. يس. اوكي. اكيد طبعا كمان بالذات في مساله الاورفان اللي هو الايتام. كثير في تعاون هذا الموضوع. طبعا دكتور مرمر هي بتمزح، انا عارف، لانه حاطه بتقول كلكم عم بتصعبوها شوي على موضوع الهجره، ترى زلت انا ورفقاتي. انا بس حابب احكي عن هذا الموضوع شويه سريعا، انه احنا بنعطي فاكتس، بنعطي حقائق. الموضوع مش موضوع احنا بنصعبها وبنخففها، ومش بيدنا ولا بيد مستشار الهجره. الموضوع هذا قانون، وكندا دوله قانون. يعني الموضوع هلا في بعض المنافذ في القانون اللي بيعرفها مثلا مستشار الهجره ممكن يساعدك، يقول لك اوكي والله ممكن نغير بالابلكيشن هون، او نحط مثلا هذا الدوكيومنت راح يساعد هذه الشغلات. اما اجين هو مش احنا لا بنصعب ولا بنخفف ولا بن، انا بصراحه انا ولا بنعطي البيز ولا بنشيل بيز. احنا اللهم انه بنعطي المعلومات اللي موجوده حسب الحكومه الكنديه. عفوا، بس حبيت اضيف هاي النقطه عشان الكل. دكتور جمال، انا بصراحه اللي شايفه من اول ما بدانا كلام، انا شايف الامور سهله، مش شايف في صعوبه في الموضوع يعني. الأسئلة أعتقد إحنا جاوبناها كلها. كان في سؤال خارج عن هذا، إذا عندك إشي دكتور تضيفه عشان بس سريعا نسأل هذا السؤال، لأنه خارج عن موضوع الإميجريشن تبعنا. وتقريبا إحنا غطينا. طبعا في أنواع تانية من سبونسرشيب، هي أنت عارف، أعتقد ممكن إحنا يعني حسب الكلتشر اللي عايشينها ممكن ما بتنطبق علينا. نعم. يعني أحيانا إذا كان الواحد عايش مع جيرل فريند ما فيش زواج بينهم، إذا كان صلى مع أكثر من 12 شهر she can act as a spouse. أو اللي بيكون اثنين متزوجين بس بعاد عن بعض، أو خلينا نحكي أصدقاء girlfriend boyfriend بس في physical barrier بينهم، مثلا اللي له علاقة مع واحدة مثلا بأفغانستان وبدش يروح أفغانستان. بروف إنه they cannot be together، لانه احدى الشروط انه they have how could say انه لازم يكونوا مثلا بيعرفوا بعض، صار لهم فتره مع بعض، they live together، بعدين بيعملوا سبونسرشيب. اوكي. هلا لما يكون اثنين كل واحد في بلد واثنين ما بدهمش يزوروا بعض لاسباب عديده، سياسيه، حرب، كذا، هذا اصبح يعني سبب قاهر. هم بيكونوا ضل معفيين من هذا السبب. اوكي. من ريكويرمنت. في سؤال دكتور بقول لك، هل لم الشمل في مقابله مع ضابط الخبره الهجره؟
نعم في مقابلة. أوكي. في مقابلة إذا كان داخلي هنا مقابلة بيكون اثنين مع بعض بيسألها أسئلة قديش هي بتعرف عن زوجها والعكس صحيح قديش بيعرفوا عن بعض. أوكي. يعني بتعرف كيف هلا ممكن في شغلات إحنا ما حكيناها أو وسكبت ممكن باي كوينسيدنت إنه الواحد لما بده يعمل سبونسر شيب لزوجته هلا إذا كان الزواج يعني أحيانا واحد بوصل كندا ويكون متزوج صار له فترة وعنده أطفال. نعم. نحكي عن الزواج اللي بيكون بعد ما صار هو مع بي ار. نعم. لازم يكون في 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 اساس للزواج. كيف تعرف على زوجته؟ وين قابلها؟ قابلها مره مرتين ثلاثه، شو في قدامهم بينهم شات، شو في مكالمات، كل هذه بروف انه المارج هو جينيوان. هدفه البيبرز. يس. هذه اشياء كثيره ممكن بعض الناس ما بيعرفوها انه بتعرف على واحد بيروح بيتزوجها ما بتزبط، بالذات لما يكون هو بوان سايد وهي مكان تاني. في بعض الناس مثلا بعض الاشخاص بيكون هون بتعرف على واحده بتركيا عربيه زيه بروح بيتزوجها وبرجع. اعتقد هاني بتكون هو ممكن يعمل ميستيك لانه لما يروح واحد مره واحده يفيزت حتى يتزوج ويرجع دي ونط ليفهم. لكن لو راح مره ومرتين وثلاثه هي تعارف، انت عارف كيف الكلتشر هون. يب زواج ارينج مارج وكذا وفجاه واحد من اول خمس ايام يتزوج واحده ما بيعرفهاش دي دون بليفنت صح. اوكي ففي كثير في كثير بيلد ان يعني تعمل فاونديشن قبل ما تعمل سبونسر شيب وقبل عقد الزواج. في اشياء لازم تعملها وتعرف كيف لما بدك تعمل انت عقد الزواج او تعمل حفله بده يكون في صور، بده يكون في اشياء كثيره، في معازيم، في كثير ريكويرمنتس هي ممكن احنا ما حكيناها شلون تفاصيل. نعم نعم. طيب في النهايه اخر سؤال اعتقد دكتور هو خارج، وبواحد بيقول لك اسمه هيثم بيقول انا قدم عن طريق مكتب للزياره على كندا فيزا تاشيره وبسال قديش تقريبا الفتره خاصه مع الكوفيد هلا ما بعرف اذا عندك معلومات دكتور. هلا عم بيحكوا هم اعتقد انا قراتها بالفتره 14 ويكس البروسينج تايم تبعها 14 ويكس 14 اسبوع يعني كم شهر؟ اربع شهور او ثلاث شهور شوي تقريبا تقريبا. صوتك يا دكتور جمال. اوكي واضح واضح. اتوقع احنا يعني غطينا كل شيء. جميل. مرمر بتسال عن موضوع اصحاب الشهادات هذا شيء ثاني. مرمر اذا بتحبي تتواصلي مع الدكتور عمر انا هحط المعلومات تبعته على الشاشه. دكتور عمر ان شاء الله هو والمكتب كله بيساعدكم في اي شيء بيستطيع وبعطيكم المعلومات الصح، وان شاء الله اذا حبيتوا تكملوا بكون جيد مع الدكتور او ما صار نصيب بكون هذا. دكتور عمر بنشكرك مره ثانيه. اخر شيء اذا بتحب شيء تعلق عليه او تحكي اي شيء في نهايه اللقاء المايك معك. تسلم دكتور. انا فعلا بشكركم جميعا اعطيتني الفرصه احكي فيها اليوم على موضوع كثير حساس ومهم. مره ثانيه هذا الموضوع فيه كثير تفاصيل ممكن ما ذكرناهاش اليوم، تفاصيل كثير كثيره. انا بنصح اي واحد قبل ما يعمل سبونسرشيب ياخذ ادفايس من شخص بيشتغل بهاي المهنه وياخذ كونسلتيشن واستشاره، لانه عمليه سبونسرشيب للزوج والزوجه كلها معنيه انك تثبت للأوفيسر انه عندك مصداقيه بالزواج. ليس هدفك الورق، ليس هدفك شيء ثاني. هذه احيانا بيلعب دور كيف انت عملت الاكشن، كيف انت يعني خطواتك من التاريخ اللي تعرفت على شريكه حياتك او شريك حياتك لغايه ما انت قمت معك بالزواج. في اشياء اذا ما عملتها مسبقا ما بتقدرش تعملها بعدين. ضروري لاي شخص. في اشخاص كثير بقول لك انه سبونسرشيب او كفاله الزوج والزوجه سهل. هو مش بس عقد الزواج، هو انت كيف وصلت لعقد الزواج، شو الستبس اللي صارت قبل هيك. هي كلها بيعتمد على البالانس اوف بروبابيلتي قديش هو الاوفيسر حيصدقك. انا بكل سهوله الاوفيسر بقول لك انا اي دون بليف اتس ا جينوين مارج. واضح واضح. ثانك يو دكتور. احنا ان شاء الله في الحلقه القادمه والاسبوع القادم راح يكون عندنا زي الفيز زي ما حكى الدكتور، وان شاء الله نتكلم عن مواضيع أكثر في الهجرة إن شاء الله. شكرا دكتور عمر وشكرا للجميع وشكرا لمشاهدين الكرام. وفي الأخير تقييم الحالات لازم الناس تعرف أنه هي تقييم مقابل الموجودين، يعني في الأخير إذا واحد أخذ الفرصة وهو لا يستحقها
حتكون على حساب واحد يستحقها، فمن الطبيعي أنه الدولة الكندية يكون في عندها تقييم عادل ودقيق حتى توازن بين الفرص ومن مستحقها. شكرا دكتور عمرو، شكرا للجميع مرة أخرى. شكرا كثير.